ألف مبروك للهلال ولعيسى الجوكم، وهارد لك للتعاون وردود فعل المباراة مع عايد السعدي من الرياض. هذا اللي ما تعودناه من الهلال، مستوى الهلال اليوم أداءه ممتاز، وهذا الهلال اللي نعرفه. المباريات اللي مضت استراحة محارب حصلت للهلال. الهلال بدأ يرجع لحالته الطبيعية بعد عودة المعيوف، عودة سالم، اكتمال بعض النجوم، وإن شاء الله نشوف الهلال بطل الشباب بإذن الله. الهلال كما عودنا دائما أموره طيبة، في مباراة اليوم خاصة استرجع فيها، هو كسب فيها عدة أمور، ثلاث نقاط واسترجع قمز الأهداف وهدف فيتو الجميل، والأجمل أنه بعد من اللاعب اللي كنا مترقبين منه الهدف. بالنسبة لليوم مبروك، عادت لي الهلال الكبيرة والهلال اعتدنا عليه، أعتقد ما حصل في المباريات الأربع الماضية. أعتقد أن الهلال ما عاد الموسم هذا بسبب كورونا، كان في فترة أسبوعين. المعيوف طلع في لقاء معكم في صدى الملعب وقال أن فترة الإعداد ما كانت كافية، لكن هذا ليس عذر، حنا ديدا جمهور الهلال دائما انتصارات، لكن الهلال في أسوأ حالاته لا زال متصدر. مباراة كان مستعد لها من الشوط الأول حتى الدقيقة، يعني من الدقيقة 70، وكان بعدها التعاون يضغط عشان يجيب التعادل، بس أهم شيء أنه فاز الهلال عشان يتقدم للصدارة. ألف مبروك للهلال، الهلال ممتاز اليوم.